طلابي الأعزاء، نرحب بكم في محاضرة الثالثة للمصطلحات الطبية اللي يسمونها Medical Terminology. هاي المحاضرة الثالثة عنوانها World Part and World Building Part Build Rule. World Part and World Building Rule، قواعد بناء الـ World أو الـ Root. عندنا قلنا كلمة Root World Root هي أساس المصطلح، يعني هي أساس المصطلح الطبي، هي تعطي المعنى الأولي في كل المصطلحات الطبية. على الأقل أكو شنو one root، root root وحدة، كلمة root وحدة. وأكثر الروت لنا مشتقة من اللغة الإغريقية واللاتينية. فعندنا اثنين روت أو two different roots، روتين مختلفات بس لهم نفس المعنى، انطيار نفس المعنى. مثلا في اللغة الإغريقية، في اللغة الإغريقية الجريك word dermatos، الدرماتوس، وفي اللاتينية كيوتان، كيوتان. اثنينهم both refer to، اثنينهم يعبرون عن سكن، الدرماتوس بالاغريقي والكوتين، كوتين في اللاتيني، اثنينهم معناتهم جلد. فهاي كقاعدة عامة. في الروت الاغريقي يفيد بناء، في بناء الوورد او المصطلح الطبي. الوورد شو يوصف لنا؟ يوصف لنا ديزيز، المرض، الكونديشن، الحاله، التريتمنت، العلاج، ويوصف لنا التشخيص. اربع اشياء يوصف لنا اياها الروت، الجذر الاغريقي، الجذر اللي يكون اساس كل اساس المصطلح الطبي. اذا يوصف لنا اربع اشياء: مرض وحاله وعلاج وتشخيص. اما بالنسبه الى الروت اللاتيني اللي يستعمل في بناء الكلمه لوصف التركيب التشريحي، اناتوميكال ستراكشر، تراكيب التشريحية، مثل ما شفنا من الجريك روت ديرمات يعني دائما يستعمل كمصطلح وصف الديزيز، كونديشن، تريتمنت، دايجنوز اوف سكين، للجلد. بينما اللاتين روت كيتين، الكيوتين، يستعمل او الوصف اناتوميكال ستراكشر، في وصف الجلد. هنا نلاحظ في هاي القواعد امثله، يقول عندنا بعض المصطلحات، بعض المصطلحات هنا some term have more than one definition، بعض المصطلحات اللي اكثر من تعريف. حتى نحدد المعنى الصحيح بالنسبة إلى المصطلح الطبي، نسوي نحلل نحلل تيرم شنو الورد. شوف أنا ليش the other term in the world. example البوليومايتس، البوليومايتس، البوليو معناها وصف لون المادة الجري رصاصي، المايل، مايل يعني شنو؟ يعني تقصد به لو السبينال كورد، لو بون مارول، يعبر عن نخاع العظم او النخاع الشوكي. ايتس يعني انفلاميشن. فاذا ديفينيشن تعريف، شيء يعبر لنا التعريف، البوليومايتس انفلاميشن اوف جري ماتر اوف سبينال كورد ذا بون مارول داز نوت هاف جري ماتر. هنا
معنى التهاب المادة الرصاصية للسبينال كورد، لكن بنمره مو رصاصية، إذا ما يشمل التعريف. فإذا أنا حددنا التهاب في النخاع الشوكي. الحالة الثانية بعض المصطلحات وظيفتها روت ينزجونها بشكل روت جاية in one word، كلمة واحدة. suffix in other word يجي suffix وياها. فالكنا وصفها classification تعتمد على specific medical word، على وصف، على خصوصية المصطلح. مثلا سايتولوجي، السايتو هو من السايت يعني من الخلية، بس خلي هو هنا او اساسه كومباين فورم، يعني خلوه او حتى لما يربطون الروت بمن؟ بالسيركس. السيركس هنا شنو؟ لوجي يعني دراسة، علم دراسة. فاذا هنا ديفينيشن تعبير ستدي اوف سيل، علم دراسة الخلية. عندنا مثال اخر الارثروسايت، ارثرو هنا كومباين فورم يعني روت وياها او يعني مزجوجه، حاله مزج للروت للارثرو، حطوا لها او صار ارثرو. شنو معناته؟ ريد. اما الكلمه الثانيه السفكس يعني تجي سيل، اذا ديفينيشن تعريف ريد بلس سيل، الخلايا الحمراء. هنا عندنا هذا تيبل 1-1 هو امثله على 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 وورد روت، على روت عندنا هنا وورد روت. فالستات على الوورد روت في ولفظها تبدا بدار ليرنينج ذا برونسيشن از يو ريفيو ذا انفورميشن. فهنا الانجليش نيم اسم الانجليزي، وكل وعندنا ما قابلها باللاتيني شنو، وبالاسم اللاتيني او الاغريقي شنو، والجذر المشتق منها. فالسكين جلد بالجريك ديرماتوس. اما الورد مالت جذر ديرمات. فاذا خليتنا ايتس معناه صار ديرماتس، حيث ان ديرماتس ايتس يعني التهاب، والديرما معناه انفلاميشن اوف سكن، التهاب الجلد. هذا مصطلح يوصف لنا مرض الم الجلد. هاي اذا اخذنا اللغه الاغريقيه. اما اذا اخذنا اللغه اللاتينيه الجلد يسمونه كيوتي، فسموا اشتق الروس من كيوتان. اذا قلنا الكيوتينيوس شيء عائد، شيء يخص السكين الجلد. هذا اذا شنو كيوتينيوس؟ كيوتان يعني جلد، اوس او 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 اس اوس يعني شيء يخص الجلد. فعنا المصطلح يوصف لنا في تركيب تشريحي للجلد، تركيب تشريحي للجلد. عندنا الكلى نفروس يسمونها روت مال النفر، نفروما اذا نفرو اذا حطينا فوق او يعني صار كومباين كورد، وحطينا ما فوقها صارت نفر، خلينا او فوقها نفروما او نفرو، وخلينا على ما هنا السفكس صارت نفروما يلي ورم الكلى، مصطلح يوصف لنا مرض الكلى. بينما بالغريقي او اللاتيني العفو رينس الجذر مالته الكلى باللاتيني رينس، هي الجذر مالته رين، رينال. اذا قلنا رينال الرين
هو ري ري نا ري نا ري نا هو هو اللي هو شي اشعل كده. اذا كنا اي ال رينال اي ال اي شيء يخص الكلى فصارت رينال. المصطلح يوصف لنا حاله تركيب تشريحي للكلى. الماوس شنو الماوس؟ ستوموس ستوماتوس هاي بالامريكي ستوماتوس نقول هنا ستوما الوت مالته ستومات اذا خليتها عايتس صارت ستوميتس ستوميتس معناها انفلميشن اوف ماوث التهاب الفم. اوري اورا اورا اوري هو باللاتيني الجزء مالت اور اذا خلينا اي صارت شيء يخص الماوث فصارت اورال. اذا اورال يعني فموي. اذا المصطلح شرح لنا التركيب التشريحي. نجي الموضوع الكومبايننج فورم. موضوع الكومبايننج فورم. الكومبايننج فورم يعني يعني الجذر ويا حاطين يا حرف عله يسموه حرف عله على مود يربطوه يربطوه بالسفكس اللي جاي وراه او روت ويا روت. فهي حالات عندنا حالات للمزج يسمونها حالات مزج الروت. الروت بحالات مزج الروت بحالات مزج. هنا يقول لك المزج هو وجدوه عندما يقول الروت تمتد خليها فويل خلينا يعني نمزجها او نضيف لها فويل حرف عله. هذا الفويل بالمعروف المتداول هو هو او لكن مرات عربيا يخلون ان ان او اي او اي يخلونها. فالفويل حرف العله المستعمل لربط اجزاء الكلمه اجزاء الكلمه حتى يخلقون كلمة حتى يخلقون كلمة يخلقون كلمة المصطلح كاملة. ليش يضيفونه؟ يقول على مود على مود اللفظ حتى يساعد على اللفظ حتى يساعد مساعدة على اللفظ. فعندنا قاعدة هذه قواعد بشكل عام عندما نستعمل روت وحدة أو أكثر في كاساس كلمة كاساس هنا الكومباوند كلمة مركبة في الكلمة المركبة او كومباين فويل هنا الحرف العلة. اذا عندنا كلمة روت او اكثر فيضيفون فويل على مد يبنون المصطلح الطبي يضيفون فويل هنا ضروري حتى تو سيبريت يفصلن different root different word root. نضيف هنا الاو على مود نفصل بين الروتات المختلفة. و I'm regardless مهما يكون حامل لما يكون الحالة فإذا اثنين او ثلاثة روت يبدون دائما فويل بس اكو هناك شواذ الحالة. فعندنا ناخذ امثله هنا عندنا ثلاث امثله مهمه ثلاث رولات. هنا كلمه كارديو مايو باثي اذا عندنا روتين كم روت هنا؟ الروت الاول شوف كارديو كاردي كاردي يعني القلب يعني القلب هذا روت اول. ومايو المايو هو المصدر المسل العضلة مايو العضلة. فالكاردي وين مايو لازم نخليه او ما نقول كاردي مايو ما تلفظ فتسهيلا نلفظ كارديو كارديو مايو كارديو ماي كارديو ماي. يجي وراء الباثي اللي هو السفكس السفكس المقطع اللي مضاف له فلازم او او خلي دائما بين الروت والسفكس او ويل او حرف الا
فبما انه روتين لازم بالوسط مالهم